سقطة محمد رمضان على منصة مسرح مهرجان ضيافة بدبي تثير الجدل، ففي ظرف دقائق فقط تداول المتتبعون الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتل المرتبة الثامنة في التندانس. المشاركون في المهرجان تفاعلوا مع السقطة بطريقة إيجابية، إذ حمسوه لمتابعة المشي، في حين واساه البعض بجملة عين وصبتك. أما هو فتفاعل مع السقطة خلال تسلمه الجائزة على المسرح معلقاً: ما بيقع إلا الشاطر، وتابع أن حصوله على هذه الجائزة ما هي إلا نتيجة لسقطات متكررة، وجهها المغني المصري بالصمود والمثابرة. كما نشر على حسابه الرسمي صورة للسقطة معلقاً مرة أخرى: ما بيقع إلا الشاطر، وهو الأمر ذاته في اليوتيوب، والذي حصد مليون مشاهدة في ظرف يوم واحد. باش يوصلك جديد شبابنا، دير أبوني القناة، جيم الفيديو، وفعل الجرس. شكراً.